روحي إليك تسافر وتذوب فيك تفاخر وأسير أيامي وأشتوب من للحبيب يجاور. موضوع الثقافة والقراءة موضوع دائما ما نتكلم عنه في برنامج مذكرات سائح، ولا تكاد تمر يعني سنة من السنوات إلا ونطرح هذا الموضوع بطريقة من الطرق، يعني الأرقام والإحصاءات المخيفة التي تدل على تراجع القراءة وعلى بعدنا عن هذا الموضوع المهم. في تقرير منظمة اليونسكو تقول الإحصاءات إلى أن كل 20 عربي يقرؤون كتابا واحدا في السنة، مقارنة بالغرب الألمان الذين لم ينزل عليهم يعني يقرؤون في كل عام 7 كتب، يعني الألماني واحد يقرأ 7 كتب في السنة، يعني 20 ألماني يقرأوا 140 كتاب في السنة، يعني مقارنة عجيبة. في مركز التنمية العربية الإنسانية يقولون أن 1/3 الرجال العرب لا يقرؤون ونصف النساء كذلك لا يقرؤون، يعني أحوال حقيقة تدعو إلى القلق وإلى الخوف على مستقبل السلوك وعلى مستقبل الحضارة وعلى مستقبل العلاقات الأسرية بل حتى الفكرية في حياة يعني المجتمع العربي. كيف نصل إلى أن تكون أمة اقرأ تقرأ عكس ما كان يقوله الغربيون أن أمة اقرأ لا تقرأ؟ ما هي الأساليب؟ ما هي الطرق؟ هذا ما سنتحدث عنه في هذه الحلقة بأساليب عسى الله سبحانه وتعالى أن يعني يجدد أفكار بعض العرب وبعض المسلمين لينحوا منحى الثقافة. طبعا الحلول المناسبة لقضية الثقافة والقراءة أن تتبناها جهات حكومية وكذلك مؤسسات مدنية، يعني مجموعة من الأفراد الذين يملكون المال الذين يجتمعون من أجل حل هذه القضية، قضية الثقافة والقراءة. نحن الآن أمام تجارب عملية في هذا المكان، هو عبارة عن ندوة الثقافة والفنون في دبي، وهذا المركز أو النادي الجميل جدا تكلفته 80 مليون ريال، نصفها طبعا كان من التجار المولين والنصف الآخر كان من حكومة دبي من الشيخ محمد بن راشد. طبعا هذا النادي نستطيع أن نقول أو المركز الثقافي مركز بمنظر بديع وجميل جدا، فيه كافة التقنيات الحديثة بين المسرح بين مركز المحاضرات المكتبات قاعات للقراءة والاطلاع إنشاء مجلات خاصة، يعني نقوم بجولة في هذا المكان الذي أستطيع أن أقول مكان حضاري، يعني هي القراءة تفتح حياتنا النفس. كل الفكرة عبارة عن مشروع مدني، مجموعة أفراد يمولون هذا المشروع في عدة أماكن. طبعا ليس هذا المركز الوحيد، في عدة مراكز مثلا نحن الآن في دبي مراكز عديدة، لكن يتميز هذا المركز بأنه فيه جانب جمالي فيه جانب فني، فلنتجول في رحاب هذا المشروع ونعرف كيف يمكن أن نحول قضية القراءة إلى مشاريع عملية حضارية. ونحن قاعدين نتجول في عالم المكتبات دائما يطرح سؤال حول يعني الهمة في القراءة والاطلاع والثقافة، وسؤال آخر وهو المصادر والمراجع التي يعود إليها الإنسان ليتثقف أو لينمو ثقافيا وحضاريا. لا زلت أؤمن وأقول أن القراءة والاطلاع والثقافة سبب يعني رئيسي في حل كثير من المشكلات في التطوير في هذه الحياة بل حتى يعني في الآخرة إن شاء الله. من الكتب التي أرشحها في هذا الباب كتابين اثنين، الكتاب الأول وهو اسمه
صفحات من صبر العلماء، هذا الكتاب للشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمة الله عليه. الكتاب الثاني الإمام النووي عليه رحمة الله في شرحه لصحيح مسلم كتب مقدمة في العلم والقراءة والاستفادة. أما الكتب التي ذكرت مجموعة من النماذج التي يمكن الاطلاع عليها، فسأختار في هذا الباب هذه الكتب المختارة. الكتاب الأول اسمه المكتبة الإسلامية للدكتور عماد علي جمعة، دار المسلم في الرياض. الكتاب الثاني هو سلسلة للدكتور طارق السويدان والأستاذ فيصل باشا رحيل، اختاروا واستشاروا مجموعة من المهتمين والمتخصصين، بل حتى يعني وضعوا نموذج للطفل، الطفل القارئ، ما هي الكتب التي تقرأ والمصادر والوثائق المهمة. أنا قبل سنين كتبت كتابا في هذا أيضا عنوانه كيف تبني ثقافتك، ويحتوي على قرابة 30 نوع من أنواع القراءة والثقافة، اخترتها ووضعتها على مراحل، مرحلة أولى وثانية وثالثة، ثم ختمت الكتاب بما سميته بمكتبة المنزل والأسرة. يمكن لمثل هذه الكتب أن تجمع خبرات وتجارب وحصيلة اطلاع، إضافة إلى الاستشاريين الذين تم استشارتهم وأعطونا خلاصة الكتب المهمة التي هي نتيجة اطلاع عقود أقول من الزمان. فالاطلاع على مثل هذه الكتب في غاية النفاسة والأهمية. طبعاً من مميزات ندوة الثقافة والعلوم اللي هو المسرح اللي احنا فيه الآن، فيه ندوات، فيه سينما هادفة. طبعاً هذه الفكرة هي الفكرة الرائدة. لما نتكلم نحن عن الثقافة ونتكلم عن المعرفة ونتكلم عن يعني القراءة، لابد أن تكون هناك يعني صرح متكامل. احنا حبينا نصور في هذا المكان حتى نقول لمن يريد أن ينشئ مثل هذه الصروح، حاولوا أن تكملوا هذه الطريقة. من المميزات طبعاً في هذا المكان أنه مش بفلوس، يعني هذه قضية مجانية، وإذا ما في تيكتات ولا فيه طلب فلوس من الناس، حتى الجهات يعني ما يضطروا يرفعوا إلى جهات عليا وجهات دنيا حتى تأخذ التصريحات، لا، هناك إدارة تعرف والله إيش الموضوعات التي ستطرح، إيش المسارح أو الأفكار الجميلة التي فيها، فإذا أقرت مباشرة يدعو إليها الناس عبر الإنترنت أو عبر يعني الزائرين. هذه هي الأفكار التي ندعو إليها، مكان مميز ومتميز جدا، إضافة إلى وجود ممولين يقدرون هذه الفكرة، وإلى مرونة في التصريحات وتسهيل في الإجراءات حتى يستفيد الناس من الثقافة ومن المسرح ومن الفنون والعلوم التي تؤثر على وجدانهم وعلى عقلهم في وقت واحد. كما أتمنى نعيش في مثل هذا المكان، هذا المسرح الرائع، أتمنى أن يكون موجود في كل بلد وفي كل مدينة وفي كل حي وفي كل شارع. أتمنى أن هؤلاء التجار يعيدوا التفكير، بدل أن ينشئوا لنا كل مرة سوقا جديدا أو مكانا لجلب الأموال، أن ينشئوا مثل هذا المسرح نجد فيه الابتهالات الجميلة، الأهازيج الرائعة، الفلكلور، أجد فيه كذلك المسرحيات الهادفة التي تتكلم عن أحوال الناس، التعبير العفوي، أن نجد فيها المحاضرات الجميلة، الندوات المفيدة. ولكن لماذا يمنع هؤلاء بإجراءاتهم المعقدة؟ لا بد أن ترفع الأوراق إلى فلان وإلى فلان. إن المسرح ليس مكان للانقلابات، المسرح هو مكان عفوي إنساني طبيعي. يظهر أن هؤلاء لا يعيشون قرنهم الحالي، نحن في القرن 21، ينبغي أن تسهل الإجراءات، ولكن هؤلاء يظهر أنهم في القرن الماضي.
في تقرير المنظمة اليونسكو أن المواطن العربي يقرأ في السنة الواحدة 6 دقائق فقط، وهذا يعني أنه يعني عندنا بعد كبير عن الثقافة، بعد عن الحياة الإنسانية، عن الترابط الأسري، عن فهم الحضارات ويعني المناقشة مع الأطراف الأخرى. حتى نخرج من هذه المشكلة لابد من خطوات عملية، من مشروعات كبيرة. من ضمن هذه المشروعات يعني تبني مثل هذا الصرح الذي نحن فيه في مطعم ندوة الثقافة والعلوم، مقاهي فيها كتب يستفيد منها الناس. كذلك من ضمن المشروعات فكرة قدمتها الآن وصاضع لكم الويب سايت الخاص فيها لمن أراد من التجار، لمن يسمعنا أو من المسؤولين، قمت بعمل دراسة لإنشاء مشروع حضاري ثقافي يستفيد منه الجيل، متكامل في طرحه، متكامل في أدائه، فأرجو يعني أن يطلع عليه ويستفيد منه حتى يتعلم أبناء جيلنا ونخرج من الأزمة الحالية ونحقق الشعار المرفوع أمة اقرأ تقرأ. روحي إليك تسافر وتذوب فيك تفاخر وأسير أيامي وأشتو من للحبيب يجاور.